بصوا بقى يا جماعة كده باختصار كده عشان الموف اون بتاع شيرين والموف اون بتاع ياسمين صبري، انا الدنيا هديت خالص فقلت اتكلم عليه برقاوة برقاوة، مش عارفة اقولها برضو، زعلت الفيديو 3 مرات عشان الكلمة دي بكده بالراحة. اول حاجة ياسمين صبري والصور اللي بتنزلها والمكان اللي بتروح، واو مش عارفة ايه ده، المكان بيديها فلوس عشان تعرض الحاجات دي وتعرض في الطيارة بتاعتها وتعرض زي اي براند، بحيث حضرتك او حضرتك تروح زي الشاطر كده تقول الله ايه ده، انا عايزه اروح المكان ده، انا عايزه اقعد في الاوتيل ده. يعني حتى هتلاقوا تحتك كل الصور بتاعتها، هي فين في المكان ده، حاطه الجي بي اس بتاعت المكان ده، والمكان حتى خشوا على الستوري عنده هتلاقوه عامل الموضوع ده. انا مش جايبه باستفاضه قوي لان انا الموضوع ده فاهمينه وعارفينه كلنا، كله بيقول الله الطيارة وايه الاكل اللي هي حطاه، عمرها ما فطرت، عمرها مش عارفة ايه، والله كل ده ديكور، هي محطوطة قاعدة في المكان ده علشان تصور كذا يوم وقاعدة تسلم على الناس اللي هناك وتتصور معاهم عشان توصل للمرحلة دي بس مش اكتر. يعني موف اون دي مدفوعة بفلوس، صدقوني موف اون مش ببلاش.